فإن زيارة القبور نوعان: زيارة شرعية وهي التي يقصد منها نفع أهل القبور بالدعاء لهم، لنفع أهل القبور بالدعاء لهم ولنفع نفسك لا بذوات القبور، وإنما للاتعاظ، كما قال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم والترمذي: زوروا القبور فإنها تذكر الموت، تذكر الآخرة، فإنها تذكرة. روايات متعددة في هذا. النوع الثاني زيارة بدعية شركية، وهي أن تزار القبور من أجل أن ينتفع بهم أو أن يعبد الله عز وجل عندهم.